اذا اول شيء خلينا نراجع شو الفرق بين البروكسيميتي والرينج. البروكسيميتي زي الديجيتال يا اما تمام. اذا البروكسيميتي بس هو اللي انه في شيء قريب مني بالرينج بالسنسنج رينج تبعي. بروكسيميتي ديتكشن بس بتعطيني اون اوف، فهي زي يعني زي ديجيتال او ديجيتال كانها اون اوف اوتبوت. يا بيقول لي انه في اوبجكت في الرينج يا فيش اوبجكت في الرينج. طبعا البروكسيميتي ديتكشن بتكون من انواع، مش بس اندكتيف، في اندكتيف في كاباسيتيف في هول افكت في انواع ثانيه كمان، بس احنا حاكيين هون عن الاندكتيف. لكن الرينج ديتكشن، الرينج ديتكشن بيعطيني فاليو او اوت اوف رينج. طبعا اذا كان الاوبجكت بعيد كثير بحيث انه اوت اوف رينج خلاص ما بيعطيني اشاره، فهون هذا راح يعطيني فاليو. يعني راح يقول لي مثلا هو على بعد 20 ملم، على بعد مثلا 25 ملم، او راح يعطيني اوت اوف رينج. اوت اوف رينج انه انا فيش اوبجكت، مش شايف في اوبجكت عندي، او الاوبجكت صار برا الرينج تبعي مش قادر اعمل اي ديتكشن. اذا هذا تمييز مهم لما بدك تشتري سنسر او ترانسديوسر بهذا التطبيق، بدك تعرف هل هو بروكسيميتي ديتكتر ولا هو رينج ديتكتر بس. اذا انا بس بدي اعمل اعرف انه الاوبجكت جنبي بالرينج تبعي، طبعا حسب الرينج المحطوط، اذا حطيته انت برا الرينج راح يقول لك انه مش موجود، فلازم تشوفوا السنسنج رينج لما نيجي نطلع الان على هذا. اذا هذا بروكسيميتي، هذا بروكسيميتي اندكتيف بروكسيميتي سويتش. من الاشياء اول شيء راح تلاحظوا، راح تلاحظوا البودي تبعه مسنن عشان اقدر اعمل له ادجستمنت، لانه راح نعمله احنا الان حتى تثبته انت في مكان، راح تحفر في هذه القطعه ويفضل انها ما تكونش هي نفسها معدنيه. وبعدين هذول في عندي سامونتين، في عندي سامونة علوية وسامونة سفلية. ليش عندي تنتين؟ عشان اقدر اثبت، يعني واحدة راح تمسكه من جهة والثاني راح تمسكه من الجهة الثانية، راح تضلك انت تعير فيه لحد ما تحطه في المكان الصحيح. ليش تعيره مهم؟ لانه السنسنج رينج قليل، يعني هذا السنسنج رينج تبعه حوالي 6 ملم، بده يحس انه في اوبجكت حوالي 6 ملم قريب عليه، فلازم اعيره بشكل صحيح ان سيتيو في الموقع، بدي اضل اعيره لحد ما يجيب المكان الصحيح، وبعدين بشد السامون الثاني حتى تثبته مكانه. بين السامونتين لما نبرر هلا عليكم راح تشوفوا، راح تلاقوا في واشرز. الواشرز عشان تتاكد انه ما تحلش السامون، الواشر فيه طالع منها زي قطع حتى تشد في الماده الموجوده هون وما يرخيش هذا مع الوقت من هون. هلا كمان راح تلاحظوا هذا بس يمر عليكم، في هون عندي LED. LED هذا مفيد جدا، بقدر اعرف مباشره انه هو معطيني اشاره ولا بدون ما اقعد ايس هون. اوكي؟ هذا LED مباشره راح يعطيني انه في اوبجكت ولذلك هذا مفيد جدا لما بكون مشغله وحاطط عليه. طبعا بدي احط له هون سبلاي، هذا اكتف على فكره. اكتف يعني بده سبلاي حتى يشتغل. راح يعطيني من هون اضاءه انه هذا في اوبجكت موجود او مش موجود، بتوقع انه هو بس اون اوف يعني ما فيش فيه اكثر من هيك. في منه بيطلع صوت كمان. ممكن ما عم بشوف. اذا هذا اندكتيف بروكسيميتي سنسر. هلا هون راح يطلع معي بالحاله عاده بيطلع معنا يا اربع اسلاك يا ثلاث اسلاك. هلا بنشوف ليش عندي اربع اسلاك او ثلاث اسلاك. راح يطلع عندي عاده راح يكون في عندي سلكين راح يكونوا للسبلاي بالحاله هاي. هذا الجهاز السبلاي تبعه حوالين 30 فولت نمله، هو من 6 ل 36 فولت ممكن يشتغل، رينج واسع، بعطيني رينج واسع يقدر يشتغل عليه. هذا هون هي السنسر راح اعطيه سبلاي. هلا راح يطلع منه اوتبوت. هذا الاوتبوت عادة معظم الاجهزة فيها MPN او PNP. اوكي ماشي واضح الهاي. من وين جاي اسم تسمية MPN او PNP؟ ايش هذا بذكر؟ من وين هذا الاسم؟ BJT. عندي باي بولر جنكشن ترانزستور. هلا اذا كان NPN راح يكون شكله بالشكل التالي مشبوك. هذا NPN مضبوط؟ بس هيك مشبوك، ما فيش ريزيستر شابكته فوق بالهاي. هذا بنسميها احيانا الارينج بنسميها اوبن كوليكتر. وين الكوليكتر؟ هي وين الاميتر؟ وهي البيس مزبوط. وانا بستخدمه هذا بالاكتيف ريجن ولا بالكت اوف والساتوريشن؟ كت اوف والساتوريشن، لانه هذا كسويتش راح يشتغل، ما فيش نص انه يكون نص اون ونص اوف. هذا يا بكون فولي اون يا بكون فولي اوف. طيب لما هذا يكون فولي اون ايش بيعمل لي بالكوليكتر؟ وين شبك الكوليكتر؟ لما يكون فولي اون شبكه في الجراوند. لما يكون اوف ايش بكون هذا؟ اوبن سيركت فلوتنج. تمام اوبن سيركت، ولذلك بنسميها هاي كونكشن بنسميها اوبن كوليكتر. هلا عندي الكونكشن الثاني راح تكون بلس VCC، وعندي هون هاي
عفوا هذه هون راح تكون الاميتر لانه احنا قلنا اوبن كولكتر مزبوط. هاي الاوبن كولكتر الاوتبوت، وهذا طبعا عندي الكولكتر وهذا لسه الاميتر وهذا هون البيس. هذا الترانزستور ايش؟ بي ان بي. لما يكون هذا شغال كونكتد ايش راح يعطيني اوتبوت؟ في سي سي مش هيك؟ وات ايفر في سي سي ماينس شوي راح يكون هون للساتوريشن. لما يكون اوف ايش راح يعطيني؟ زيرو. لاحظوا راح يعطيني، لا هذه مهمه، راح يعطيني اوبن سيركت. اوكي انتبهوا هاي نقطه مهمه، راح يعطيني اوبن سيركت ما راح يعطيني زيرو. اذا هذا عشان هيك سميناه اوبن كولكتر. لما يكون هذا اوف هاي راح تكون فلوتنج. اوكي لما يكون اون راح يعطيني الجراوند كونكشن من هون، راح يعطيني الزيرو موجود هون. هذا لما يكون اوف فاتح يعني هاي راح تكون كانها فلوتنج، ولما يكون شغال راح يعطيني بلس في سي سي. ماشي واضح؟ اذا هذول مهم انك تعرف انه هذا ام بي ان او بي ام بي، وفي منهم ريليز، في منه بيكون في داخله ريلي فبيكونش سوليد ستيت زي هيك. لاحظ هذا طبعا الكرنت ما راح يمر فيه، ما بقدر يمر فيه الكرنت غير هيك مزبوط، وهذا الكرنت بمرش فيه غير هيك. هلا بنشوف كيف بدك توصله انت حتى تشغل، اذا بدك تشغل شيء معين. ماشي الكل فاهم هاي فكره الام بي ان والبي ام بي؟ نعم ايوه ثابت. مش الفلوتنج حابب فيه؟ اه طبعا، ما هو انت ما راح تخليه فلوتنج، هلا بدك تعمل شيء حتى تشغله هذا، او حسب وين بدك توديه. اذا انت بدك توديه على بينك بدك تعمل فيه شيء، واذا انت بدك تشغل فيه ريلي بدك تعمل فيه شيء. تمام. الفلوتنج عاده غير مرغوب فيه لانه مش معروف شو وضعه، فاذا بدنا ندخله على بيك، خصوصا اذا بدنا ندخله على بيك لازم اعمل شيء، لازم اعمله تاي داون او تاي اب. اوكي ماشي. هذا بالنسبه للام بي ان وبي ام بي. في اسئله على هذا الجزء؟